الأدب مع الوالدين طريقك إلى الجنة. أخاطب شبابنا وأولادنا بل وإخواننا أيضا ممن رزقهم الله الأولاد ولا زالوا إلى هذا الوقت ينعمون بوجود الوالدين. أقول الأدب مع الوالدين عنوان السعادة والفلاح والنجاة والتوفيق في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أنا بكلمك كأخ كبير ليك الآن أو أب ليك، اوعى تزعل أمك بالفلاح كده، اوعى تزعل أمك، اوعى هتخسر دنيا وآخرة. كلام واضح أو باختصار كأن قاعد جنبك في البيت بقول لك اوعى تزعل أمك هتخسر دنيا وآخرة. عاوز تسعد في الدنيا الآخرة بص رجليها، بص إيديها، بص راسها، استرضيها بأي شكل. ما تقوليش بقى، ما تقولش حاجة، ما تقوليش أنا أنت ولا حاجة وأنا ولا حاجة. خلي بالك أنا ولا حاجة. هتقولي ده أنا عملت إيه؟ أنت عملت إيه؟ أنا عملت إيه؟ ولا حاجة، ولا عملنا حاجة. والله يا شيخ بعمل وأسوي، والله ما عملت حاجة. فأنت ترضيها بأي شكل بأي صورة، بص رجليها، وطع رجليها، بص لحد ما ترضى، وطع على ايديها، بص لحد ما ترضى، انزل على راسها، قبل راسها لحد ما ترضى. لازم ترضى، لازم ترضى. شايفك من غير شغل، اطلع اشتغل، اطلع اشتغل، اشتغل اي عمل بشرط ان يكون العمل شريفا او حلالا. لا تمد يدك لا لابيك ولا لامك، خلاص ما اجتهدت جزاها الله خيرا، واجتهد والدك جزاه الله خيرا. أنا بكلمك كأخ كبير ليك الآن أو أب ليك. رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه، من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما، يعني أدرك الوالد أو الوالدة، أو أدرك الوالد والوالدة، من أدرك أحد أبويه، من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يكونا سببا في دخوله الجنة، هذا مخذول، هذا خسران. يا من من الله عليك بالوالدين ولا زلت تنعم بوجود والديك الآن، كن مؤدبا مع والديك وأحسن صحبتهما وأحسن إليهما وكن بارا بهما وخاطبهما مخاطبة العبد الذليل لسيده العزيز، وقف بينهما بأدب جم ولا تغض الطرف عنهما ولا تحد الطرف إليهما ولا ترفع صوتك عليهما ولا تمشي أمامهما، وإنما إن مشيت فلحاجة، لكن لا تتقدم أبدا على والدك، ولا تتقدمي أبدا أيتها البنت الفاضلة على أمك. وإن كنت قد حصلت أرقى الشهادات، وإن كنت يا بني قد حصلت أرقى الدرجات، لو كنت وزيرا ووالدك غفير كن مؤدبا مع والدك، وقف بين يدي والدك وأنت الوزير، وخاطبه مخاطبة العبد الذليل لسيده العزيز الأبي الكريم هكذا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله أكبر. هل علمت ابن الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم بر الوالدين والأدب مع الوالدين على الجهاد في سبيل الله؟ أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وانظر كيف عوقب عابد زاهد ابتعد عن الخلق واتخذ صومعة يعبد فيها الله جل وعلا، انظر كيف تعرض للإهانة وكيف تعرض للضرب وكيف هدمت صومعته. لا أقول
بسبب سوء أدبه مع أمه، وإنما بسبب تهاونه فقط، بسبب تهاونه فقط في الإجابة وإجابته لأمه وانشغاله بالصلاة لله جل وعلا. لأن خلي بالك، هي لو رضيت عنك رضي عنك ربك، لو رضيت عنك أمك رضي عنك ربك. فوالله الذي لا إله غيره ما تقرب أحد إلى الله جل وعلا بعد توحيد الله وطاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربة أجل من أدبه مع والديه وإحسانه إلى والديه. ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما، ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما، ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما، ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما.